دييغو عازف الكمان. أفرو ريغي أو أفرو هيغي هي منظمة برازيلية تم إنشاؤها بسنة 1993 بمنطقة فيغاريو في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لإنقاذ الناس والأطفال بشكل خاص من الجرائم وتعاطي المخدرات، وذلك عن طريق الفنون الموسيقية والعزف وكرة القدم واللعب بشكل عام. وطبعا بسبب تفشي الجرائم بالمنطقة في ذلك الوقت، فكانت بديل جميل للناس خصوصا لأطفالهم كون هذه المنظمة تقدم ورش عمل مجانية لشغل وقت فراغ الأطفال وإنقاذهم ومنعهم من التورط بجحيم المخدرات والجريمة. وكان الطفل دييغو أحد الأطفال الذين استفادوا من هذه المنظمة وأنشطتها. وتعتبر هذه المنظمة هي من أنقذت حياته التي كانت مهددة بالانجراف نحو المخدرات والجريمة. وكان له معلم اسمه إيفاندرو، وهو بالنسبة لدييغو أكثر من معلم، يحبه لأنه كان حريص عليهم ومهتم فيهم كأنهم عياله. يعني مو بس يعلمهم ويمشي، لا لا، كان يخاف عليهم ويعطيهم الكثير من وقته ويحبونه بشكل كبير. ولكن للأسف قتل هذا المعلم في وقت من الأوقات من قبل العصابات، وكانت هذه الصورة أثناء عزف مقطوعة موسيقية في جنازة إيفاندرو معلم دييغو. فلم يتمالك الطفل نفسه وبدت الدموع تنهمر متأثرا من فقد المعلم الذي أحبه. توفى كذلك الطفل دييغو بعد فترة بسيطة من التقاط هذه الصورة بسبب مرض سرطان الدم والسحايا. لا أعرف من التقط الصورة ولكنها مؤثرة، ففيها طفل يتألم بلحظة والتقاطة تتكلم.